سفيان داني وجه تلفزيوني معروف في الجزائر، مشواره بده كمنشط في الراديو في إذاعة البهجة في برنامج توب البهجة اللي دام 6 سنين. من الراديو راح سفيان للتلفزيون بحصة ابتسامة، من بعد زين القعدة وستيل الفن. في 2004 قدم سفيان داني لو تولك شو الصراحة راحة، ومن بعد دار حصة الجزائر شو. شايف هذه تاع قراءة هذه؟ هذا كور قاع خدمة. ليش تقول الجن هذا؟ هذا دينا هكذا. هذا دينا من لا راديو ولا تلفزيون راح سفيان لا برودكسيون. مساء الخير عليكم وصحه رمضانكم، نرحبوا بكم في جزيره برهانتن من ماليزيا، وين رايحين نعيشوا مغامره جديده من مغامرات وحدك في البلاد. وين دار بلوزيور برودكسيون كيما وحدك في البلاد، مره هنا مره لهيك. هيب هوب ماك، هيب هوب ماك. فان 2012 سفيان داني يلتحق فريق نسمة كمنتج منفذ للبرنامج الكروي الشوط الثالث من تقديم حمو بالأحمر، وكمنتج منفذ ومقدم لتولك شو لو غران سبيطار ولا المستشفى الكبير. مرحبا بك سفيان معنا في نسمة قناة المغرب الكبير.